ورجعنا لفقراتنا، وفقرتنا التالية أيضا من الفقرات الكتير مهمة. أكيد سلمى، خاصة مع النسبة الكبيرة يلي عم نشوفها من مرضى الكلى حول العالم، هي النسبة الكبيرة يلي انتشرت بشكل كتير كبير. رح نضوي أكيد على هذا الموضوع يلي بشكل قلق لكتير من مرضى الكلى، خاصة يلي بيعانوا من الفشل الكلوي سواء المزمن أو حتى الحاد. طبعا مثل ما قلنا النسبة كبيرة، 850 مليون شخص حول العالم بيعانوا بشكل من أشكال أمراض الكلى. طبعا الفشل الكلوي الحاد من أخطر أمراض الكلى، طبعا يحدث عندما تعجز الكلى فجأة عن تنقية الفضلات من الدم. أكيد فرح، ويمكن كثير من المرضى بالعالم وبسوريا بتلجأ إلى غسيل الكلى بانتظار المتبرع، سواء كان هذا المتبرع قريب أو غريب. أو هون بالأساس بتكمن المشكلة، أو بسوريا تحديدا بتواجه زراعة الكلى الكثير من التحديات والصعوبات والأمال التي ما زالت قيد الانتظار. لنحكي أكثر عن موضوع زراعة الكلى بسوريا، معنا دكتور بشار يارد وهو اختصاص بأمراض الكلية ومعالجة مرضى الكلية، وأيضا الدكتور بسام السعيد وهو رئيس جمعية فرح للطفل المريض بالكلية بسوريا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم اخترنا هذا الموضوع، مثل ما قلنا نسبة كتير كبيرة وأشخاص كتير عم بيعانوا للأسف. نبدأ من عندك دكتور بشار، خلينا نعرف أول شيء شو هو قصور الكلى، ومين هن الأشخاص المهيئين لزراعة الكلى، ومين هن الأشخاص يلي يمكن ممكن نحن نعمل لهم زراعة للكلى؟ هلا مثل ما تفضلتي حضرتك بالمقدمة انه هو زرع الكلى للمرضى المصابين بقصور كلوي مزمن نهائي. نعم. يعني تم التاكد انه هذا المريض غير قابل للشفاء والعوده ثانيه، او العوده ثانيه من ناحيه كليته يعني للعمل بشكل طبيعي. هدول مرشحين لاجراء عمليه زرع كلى. بشكل عام كل مريض موضوع على الكلى الصناعيه ومرشح للبدء بجلسات تنقيه الدم والكلى الصناعيه هو مرشح لاجراء عمليه زرع كلى. بعد ذلك نحن بيصير في عنا بعدين ننخل، مثلا بنشوف مريض عنده وظائف القلب سيئة غير قابل انه اذا زرع ما بيستفيد، عنده اصابات جهازية اخرى عصبية غير قابل للزرع، عنده مرض كلوي مثل الاوكزالوز قابل للنكس بشدة بعد الزرع كمان يبعد من الترشيح، مريض عنده نوع من انواع الاورام يستبعد كمان من الترشيح لزرع الكلى. اذا كله بالأساس مرشح، وإنما بصير بعدين غربلة لهدول المرضى. بس في تعقيب على بالمقدمة، كلمة غسيل كلية هي عمليا نحن ما عنا غسيل كلية، نحن بننقي الدم، ولذلك هو التعبير بنقول كلية صناعية أو تنقية الدم، فمصطلح شائع. نحن ما عنا يعني غسالات، عنا نحن أجهزة لتقوم بسحب السموم صحيح. من الدم للمحافظة على حياة المريض المصاب ريثما يتم إجراء عملية زرع كلية. نعم. طيب دكتور بسام، يعني دكتور بشار حكى شوي هيك تفاصيل عن مين ممكن يكون بحاجة لزراعة كلية. اليوم نحن عم نحكي عن جمعية تعنى بالأطفال، كتير بنكون يعني آسفين لما بنحكي إنه أطفال بعمر صغير ممكن يتعرضوا لمثل هاي المصاعب. هل في أسباب معينة لأنه طفل بعمر مبكر يخضع لزراعة الكلية؟ بنعرف إنه الشخص بعمر كبير بيكون أمراض متعددة مثل ما قال الدكتور بشار لحتى يوصل لمرحلة أنه هو بحاجة لزراعة كلية. شو السبب اللي بيؤدي للأطفال يحتاجوا هذا العمل؟ يعني الأطفال يصابوا أيضا بالقصور الكلوي، وبحب ضيف أنا أنه ممكن الطفل يخلق معه قصور كلوي، وبالتالي ليس هناك عمر معين للقصور الكلوي. من دون أدنى شك طبعا إصابة القصور الكلوي عند الكبار والبالغين هي من حيث العدد أكبر طبعا من إصابة الأطفال، بس هذا ما بيعني أنه الأطفال لا يمكن، مع الأسف بينصابوا الأطفال بشتى المراحل العمرية. هلأ بالنسبة للسبب هذا سؤال كثير مهم، لنعرف شو الأسباب اللي بتخلي طفل صغير يكون معه فشل كلوي أو قصور كلوي. نحن الفرق بين القصور والفشل، هو نعتبره إحنا المرحلة الأخيرة من القصور الكلوي. يعني القصور له مراحل، مرحلة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة. المرحلة الخامسة نحن بنسميها الإند ستيج أو المرحلة النهائية، هون نستخدم كلمة الفشل الكلوي، هون صار لازم بقى نعمل التنقية الدموية أو الغسيل الكلي مثل ما سميتيه. هلا بالنسبة للأسباب، أنا بالحقيقة عملت دراسة بسوريا بس الحكي قديم شوي بال2007 عن خبرة مركز وحيد اللي هو مستشفى الكلية الجراحي، بس ولكن مستشفى الكلية الجراحي اللي هو ابن نفيس بيستقبل حالات من كل سوريا، وبالتالي دراسة بهذا المركز بتغطي أو يعني تعكس إلى حد ما شريحة واسعة من كل محافظات سوريا عن الأسباب.
طبعا شملت الدراسه هي بحدود 350 طفل مصابين بالقصور الكلوي. كان اهم سبب من اسباب القصور الكلوي المزمن بسوريا هو القصور الانسدادي. الانسدادي يعني انه يكون في انسداد في مجرى البول. هل الانسداد ممكن يكون علوي على مستوى الكليتين نتيجه حصيات او نتيجه تضيق في الحالب، ممكن تكون سبب سفلي في المثانه مثل الاطفال اللي عندهم مثانه عصبيه الى اخره. هدول الاسباب الانسداديه كلهم بالاغلب بيعودوا لامراض خلقيه، تشوهات خلقيه في الطرق البوليه. هي مسؤوله عن ثلث الحالات، يعني احنا 33% من اسباب القصور الكلوي بسوريا عند الاطفال هو اسباب انسداديه، والاسباب الانسداديه غالبا لها علاقه بتشوهات خلقيه في الكليتين والمسالك البوليه. في اسباب اخرى من اهمها طبعا التهابات الكليه الوراثيه او امراض الكليه الوراثيه. امراض الكليه الوراثيه مع الاسف بسوريا نسبتها مرتفعه مقارنه بالدول الثانيه. نحن وجدنا انه بسوريا الاسباب الوراثيه بتعادل تقريبا بحدود 11% من اسباب القصور الكلوي. الاسباب الوراثيه انا بحب اكد على نقطه انه اهم سبب لها هو الزواج بين الاقارب. نحن لاحظنا انه معظم هدول الاطفال اللي عندهم اصابات وراثيه بالكليتين بيكون في الام والاب واولاد عم بيقربوا بعض، يعني اولاد عم واولاد خاله الى اخره. فمشان هيك نحن هي واحدة من الاسباب اللي ما بنشجع فيها على الزواج بين الاقارب، لانه بتخلي الامراض الوراثيه تظهر. لانه اذا بنقارن بدول ثانيه مثل شمال امريكا نسبه التهابات الكليه الوراثيه عند الاطفال بتشكل 2% من القصور الكلوي المزمن عند الاطفال، بينما بسوريا احنا عندنا 11%، هذا بيعكس انه نحن الاسباب الوراثيه عاليه. في اسباب ثانيه للقصور الكلوي مثل الاسباب المناعيه مثل التهابات الكبد والكليه اللي بتصيب الاطفال. في امراض متنوعه ممكن تصيب الكليتين، في امراض مكتسبه ما لها علاقه بالجهاز المناعي نتيجه تكرر انتانات بوليه بيحصل بعدين قصور كلوي. بالنهايه طبعا الاطفال مثلهم مثل الكبار بيخضعوا لشيء اسمه التنقيه الدمويه. طبعا في نوعين من التنقيه مو بس دمويه، في شيء اسمه التنقيه البريتوانيه اللي بصير غسيل الدم او تنقيه الدم من خلال وضع سوائل داخل الجوف البريتواني يعني بالبطن. الاثنين وسيلتين موجودين بسوريا، بس بالنهاية التنقية أو الغسيل مثل ما سميتيها أنت أو مثل ما هو معرف عليه بالعامية هي عبارة عن وسيلة مؤقتة لعلاج هؤلاء الأطفال المرضى سواء أطفال أو كبار بانتظار الحل الأمثل والأفضل اللي هو زراعة الكلية. طبعا دكتور بشار، لما بنحكي نحن عن زراعة الكلى يمكن الأهم هو المتبرع، فخلينا نعرف من حضرتك شو هي الصفات اللي لازم تكون موجودة بالمتبرع لحتى يقدر يتبرع للشخص اللي بحاجة فعلا هو لكلية. الحقيقة كل دولة بالعالم إلى قوانينها، نحن بسوريا في قوانين مرعية بهذا الموضوع. أول شيء بسوريا المتبرع لازم يكون يعني صحيا كامل صحيا وعقليا ونفسيا ومتوازن، والتبرع قرار تبرع صادر من إرادة صادقة عنده وليس مجبر، يعني مو انه بالخجل بده يتبرع كده. اثنين، عمر المتبرع لازم لا يقل عن 21 سنة اذا بده يعطي حدا من قرايبينه، او 25 سنة اذا بده يتبرع لناس غرباء. المتبرع لازم يكون من نفس جنسية المريض، يعني ما بصير يجي واحد غير سوري يعطي مريض سوري. نحن خوفا خشية من استغلال هذا الموضوع من ناحية سماسرة ومن ناحية يعني هي اسمه تبرع بالكلية. فلازم المواطن نفس البلد يعطي المواطن، ما بصير عراقي بيعطي عراقي أردني بيعطي أردني، هيك بالقانون بسوريا ممنوع. استثنينا نحن بالقانون الجديد انه موافقة الزوج. بالنسبة للمرأة كمان استثنيناها من التبرع إلا إذا كان عمرها فوق 27 سنة وسوف تتبرع لأحد أقاربها الدرجة الأولى أو الثانية حتما، يعني إمها أبوها أخوها أختها. عدا ذلك فالتبرع للأنثى ممنوع. ليه؟ بنركز نحن على موضوع أنه المتبرع يجب أن يكون صحيا خالي من أي مرض ونفسيا خالي من أي مرض نفسي. يعني مثلا ما بصير يجيني متبرع معه سكري، متبرع معه ارتفاع توتر شرياني، متبرع عنده مشكلة صحية، متبرع عنده تشوهات، فهذا يعتبر مضاد أو بشكل مضاد استطباب لأخذه كمتبرع للكلى. اثنين، رب العالمين لما خلق كليتين لأنه لهم وظيفة، كان خلق الإنسان بكلية واحدة تماما، فخلق اثنين لأنه نحن بحاجة اثنين. ولذلك يجب أن يعني يتم تفهيم المتبرع أنه أنت على المدى البعيد على مدى 10 سنوات 12 سنة ممكن أنت يصير عندك درجة من ارتفاع توتر شرياني، ممكن يصير عندك بيلة بروتينية، يعني يصير كلية
بدها تطرح بروتين ما تقدر تحفظ، لأنه صفة كلية وحيدة بدها تشتغل عن كليتين. بس بشكل عام إذا المتبرع بوضع صحي جيد عم بيكملوا حياتهم بشكل طبيعي. في فحوصات معينة دكتور لازم يقوم فيها المتبرع لحتى تتطابق أنسجة، أو مثل ما بنسمع طبعا أنه هو لازم يكون موجود حتى يقدر يتبرع يمكن، أو لا بكفي أنه يكون هو عنده هي الإرادة تتوفر في الشروط القانونية اللي حكينا؟ لأن احنا متى ما قررنا أنه هذا المريض بحاجة لزرع كلية، لعملية زرع كلية، بده يعمل عملية أو تحليل اسمه تحليل توافق نسيجي. تحليل مناعي هو ما نو كثير صعب وإنما دقيق. ولذلك نحن دائما بنحب المراكز أو المخابر المرتبة أو الدقيقة أن تجري التحليل. متى ما عمل المريض اللي بنسميه سوا تعرفنا على الزمرة النسيجية تبعه، بصير اللي بده يتبرع بالكلية بده يعمل كمان زمرة النسيجية لإله وزمرة الدم. يعني يجب أن يكون في توافق بين الزمر الدموية والزمر النسيجية، مو بس الزمر النسيجية. يعني ما بصير أنا ممكن في توافق تام بين مريض متبرع بس غير زمرة الدم، هذا يستبعد من العملية. متى ما لقينا في توافق بالأنسجة في تحليل بنسميه التصالب النسيجي، بصير تصالب بين دم المريض ودم المتبرع لنقول إنه هذا ما عنده أضداد، ممكن الأضداد تهاجم الكلية. في عنا ملاحظة نحن لاحظناها أنه لما الولد بده يتبرع لأمه أو البنت تتبرع لأمها، هون دائما بنخاف من شيء اسمه خلايا الذاكرة، أنه الأم تعرف على ابنها بالحياة الجنينية 9 أشهر فبتشكل خلايا ذاكرة. فممكن لما تأخذ كلية من ابنها أو بنتها تحسبهم جسم غريب تهاجمه، فبتصور بصير رفض من كلية ابنها أو بنتها. هلا الحمد لله أنه نحن صار كثير أعداد عمليات كبيرة زرع كلية من الأبناء للأم نفذوا، يعني ما صار مشكلة. بس دائما بننبه المريض أنه في عنا هالناحية لازم ننتبه لها. صحيح. أوكي. طيب دكتور بسام، كمان يعني دكتور بشار حكى عن كثير من التفاصيل المهمة بالنسبة لدراسة كيف الشخص ممكن يتبرع بالكلية. هذا الموضوع أيضا كيف بنقيسه على الأطفال، نسب التوافق، أيضا مين الأقرباء، هلأ ممكن طفل يتبرع على طفل ولا لا، ممكن شخص كبير، كمان أسئلة كثير بتدور بهذا الموضوع. تماما. هلأ أول شيء تبرع الأطفال غير مسموح لا بسوريا ولا بأي منطقة في العالم. لازم الطفل او الطفل اولا ما له مسؤول عن قراره. صحيح. حتى قانونا الطفل لا يمكن انك تساليه انت موافق الا بعد عمر معين، وبالتالي ما في شيء اسمه تبرع طفل. هلا لما بنحكي في حاله استثنائيه جدا، بس هذا بقى بالتبرع مو تبرع الاحياء، تبرع المتوفين دماغيا. تبرع المتوفين دماغيا بسوريا مو موجود، مع انه هو اسن هذا القانون منذ العام 2000 موجود من سنه 2003 بس الى الحد الان لم يتطبق مع الاسف. بالمتوفين دماغيا ممكن اذا طفل متوفي دماغيا ممكن ناخذ كليتين منه للطفل وينزرعوا سوا، هي بنسميها اون بلوك، يعني بتاخذوا كليتين طفل وبينزرعوا. هي الحاله الاستثنائيه الوحيده اللي ممكن نحن ناخذ فيها كليه الطفل ونزرعها للكبير. اما باقي الحالات خاصه لما بنحكي عن تبرع الحي للمريض المصاب بالفشل الكلوي، هون المتبرع لازم يكون تجاوز سن الطفولة. بالنسبة للتحاليل المخبرية ما في اختلاف على الإطلاق، لازم يكون في توافق في الزمر الدموية، لازم يكون في توافق في الزمر النسيجية، ولازم يكون اختبار التصالب كمان سلبي مثل ما حكى الدكتور بشار. ما في ولكن الأطفال في لهم خصوصية تتعلق ب لما نحن عم نزرع لطفل عمره مثلا 5 سنين غير لما بنزرع على إنسان عمره 50 سنة. بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه هذا الطفل لسه في اول الحياة، لسه في قدامه حياة طويلة نتوقعها. هلا الكلية المزروعة عموما بتعيش فترة طويلة، بس ممكن جدا طبعا وارد بانه هالكلية المزروعة طبعا دائما المريض بيكون عم ياخذ مثبطات مناعة لحتى نحافظ على حياة هالكلية، بس احيانا مثبطات المناعة نفسها ممكن تكون لها اثر على الكلية المزروعة، وبالتالي ممكن الطفل اذا بنتابعه خلال مسيرة حياته كلها يعمل زرعين او ثلاثة. يعني ممكن يعمل زرع بعمر 5 سنين، ممكن بيعمل زرع ثاني بعمر 20 أو 25، وممكن يعمل زرع ثالث بعمر 50. وبالتالي فنحن كثير منركز على انه لما هالطفل هذا عم نزرع له نحن منحافظ قدر الامكان انه بدنا هالكلية تعيش اطول فترة ممكنة معه، وكثير بننجح نحن بهذا الموضوع. بس دائما في استثناءات، ما في شيء اسمه بالطب 100%. صحيح. دائما في نسبة فشل
وممكن يكون عملية الزراعة ناجحة 100% بدون أي مشكلة، بس ولكن بعد فترة بتلاقي الطفل بلش يعمل، أو المريض عموما بلش يشكل أضداد ضد الكلية المزروعة، وممكن يصير في رفض بطيء، وبالنهاية ينتهي الموضوع بضياع وظيفة الطعم. نحن بنسميه الكلية المزروعة بنسميها الطعم، ممكن يضيع وظيفة الطعم ويرجع الطفل مجددا لغسيل الكلية. بس حتى لو رجع لغسيل الكلية نحن ما لازم نعتبر انه هذا نهاية المطاف، هون ممكن نحضره لزراعة كلية للمرة الثانية. طبعا دائما هون بيكون البروتوكول المناعي بيكون اشد لما بنزرع لمريض للمرة الثانية، في له اجراءات معينة، بس ممكن يعني المريض ما لازم دائما يفقد ابدا يفقد الامل، دائما هناك خطوط وبروتوكولات لاي حالة من حالات زرع الكلية. بس زرع الكلية عند الاطفال ما في شك، نحن بسوريا أصغر طفل زرعنا له كان عمره 3 سنين ونص، لأنه الكلية اللي بناخدها نحن بناخدها من إنسان كبير. هلأ عم نقول المتبرع لازم يكون كبير بالعمر، لازم يكون فوق 20، وبالتالي فالكلية اللي بناخدها نحن من إنسان كهل بيكون طولها تقريبا 10 أو 11 أو 12 سنتي، من الصعب أنك أنت تلاقي لها حيز ببطن طفل صغير عمره سنة أو سنتين. لذلك بكل دول العالم يتم الانتظار حتى هالطفل هذا يبلغ من الحجم حجم معين بحيث يقدر يستقبل هالكلية هاي ويتابع. بس ولكن عمليات الزراعة عند الأطفال بسوريا عمليات ناجحة جدا، وأنا بقدر أقول لك أنه بسنة 2021 يعني آخر سنة، السنة اللي قبلنا تماما، تم زراعة 52 طفل بسوريا. دكتور بشار، لما بنحكي اليوم عن عمر للكلية، في عمر معين للكلية، شو هي التحذيرات وشو هي يمكن الإرشادات اللي ممكن نعطيها إن كان للمتبرع أو حتى للشخص اللي تمت عليه أو تمت العملية بنجاح وقادر أنه يكمل حياته بعد عملية زرع الكلية؟ بتأذي عمر الكلية المزروعة تماماً. لا، إذا عملية زرع الكلية تمت بنجاح وما كان في اختلاطات جراحية والمريض محضر بشكل ممتاز، اليوم الرابع الخامس المريض بيكون وظائف كلية عنده مخبريا طبيعية وقابل للتخريج من المستشفى على بيته. بس بشكل عام نحن على المدى الاستراتيجي أنا بقول شبه زرع الكلية أو الكلية المزروعة مثل ترس لطاولة من 3 أرجل، اللي هن المريض والمرض والطبيب المعالج. أي خلل بوحدة من هدول بيسقط الزرع، بمعنى المريض لازم يكون واعي ومدرك للصعوبات المر فيها ولصعوبة الحياة العاش فيها وللحمية الطعامية وكيف كان يشتهي نقطة المي. في ناس بس تزرع بتنسى حالها بترجع بتعيش حياة كثير أوفر، يعني هذا بده ينتبه. في ناحية تانية، رجل التانية للطاولة هي المرض. في أمراض قابلة للنكس مهما كان صحيح. الطبيب ذو خبرة، مهما كان المريض واعي، في أمراض خارج الإرادة قابلة للنكس، فكمان هي بدنا نحطها بعين الاعتبار. للأسف نحن معظم مرضانا بيصلوا لعنا لينوضوا على الكلية الصناعية بمراحل متقدمة، يعني المريض ما له مرصود مبكرا لنشوف شو نمط الإصابة النسيجية تبعه لنحدد البروغنوزس الإنذار تبعه للمستقبل لما بده يزرع كلية. ثالث ساق هي الخبرة الطبيب. ما بيصير أي طبيب يستلم موضوع مريض زرع الكلية، في بروتوكولات علاجية، في نظام أدوية، في متابعة حساسة بدها تصير، يكون في موضوع جدي. إذا توافرت هالشروط الثلاثة، يعني مرض غير قابل للنكس، مريض واعي وطبيب ذو خبرة، في عنا مرضى صار لها زارعة من 20-25 سنة، وفي أنا عندي مرضى من سنة 90 وبوظائف كلية ضمن الطبيعي. إذا لا حدود لعمر الكلية إذا راعينا هذه العناصر. عم تحكي عن حياة أوفر، عن حياة يمكن سهر بدون معاناة، تخبيص أكل ومشروب، يعني في تحذيرات معينة طبعا، وحمل صح. أوزان وشغل بالشمس. عنا كثير مرضى نحن مثلا تزرع بتروح تشتغل بالخليج نجار بيتون، هي كلها أعمال مجهدة، في تعرق شديد، في جهد، في الكلية محطوطة هون بالبطن مو مثل ما خلقت رب العالمين بالخاصرة. فأي شيء أي رد عليها بده ينزل يلعب بعد ما يزرع كلية مباراة كرة قدم. نحن بننصح بنوجه بنقعد نحكي مع المريض كتير، ففي ناس معظمهم بيستجيبوا الحقيقة مو ما بيستجيبوا، بس يجب لفت النظر لهالأمور. أكيد يعني مثل ما حضرتك حكيت دكتور بشار أيضا دكتور بسام، الموضوع ما هو سهل، وممكن الشخص مثل ما قال أيضا يتعرض لزراعة كلية مرة واثنين وثلاثة بحياته حسب الظروف. ولكن المشكلة الرئيسية اللي هي البحث عن المتبرع، البحث عن كلية، في كتير ممكن نشوف خيبات أمل، ممكن يكون المتبرع القريب لا يستطيع أو لا يصلح للتبرع أساسا للشخص، وهون بنبلش نبحث بدول العالم يمكن في شيء اسمه بلشوا يشتغلوا على بنك زراعة أعضاء. نحن عنا قانون مثل ما حكى الدكتور
بشار مرسوم بأنه ممكن اللي عندهم شلل دماغي يتم الاستفادة من الأعضاء ولكن ما عم يتنفس. طيب خلينا نحكي شوي شو الأسباب اللي موجودة، الآمال اللي موجودة قدام الأشخاص اللي بحاجة لزراعة كلية وفق هذا الوضع اللي نحن فيه. أنا بسوريا عنا نوعين من زراعة الكلية، نوع من المتبرع القريب ونوع بنسميه المتبرع الحي غير القريب. المتبرع الحي القريب والمتبرع الحي غير القريب. في مراسيم محطوطة مشان موضوع التبرع من الموت الدماغي، موت الدماغي مو شلل دماغي. للأسف السماء أبصلت النور لأنه بدها تعليمات تنفيذية وبدها جهود جبارة، وتعرف في الظروف الحالية شوي في صعوبات، وإنما في نواة لقانون محترم ومتقدم وشفاف وكتير. وكان إلي الشرف أن يكون عضو باللجنة اللي درست هالقانون هذا بال 2009. فهو هي المشكلة. فنحن حتى هلأ يعني دائما نحن بنحكي، والدكتور بسام كثير أحيانا بأحاديثه بيسلط على الضوء، هو موضوع أن مشكلة المتبرع الحي غير القريب، أنه هذا على الأقل هلأ لازم يتنظم حتى ما يخضع المريض لموضوع ابتزاز، لموضوع حتى المتبرع حرام كمان، هذا يعني بده يتبرع لسبب ما أكيد غير الأخ والأخت وابن العم وابن الخالف، ففي سبب تاني. نحن كأطباء لا نتدخل بهذا الموضوع. نحن بالنسبة لنا هي عملية تبرع بالأعضاء، نحن بنعمل بيجينا المريض بيجينا متبرع، بنسميه ما بنسميه بايع وشاري، بنسميه مريض ومتبرع. أما التفاصيل الثانية نحن لا نتدخل فيها. نعم دكتور بسام، بالختام كلمة أخيرة من حضرتك إن كان لآخر المستجدات والتطورات في عالم زراعة الكلى، صارت فعلا هي حاجة كتير ملحة، وللأسف مثل ما تفضلت وحكيت ببداية الحديث أطفال بعمر صغير هنا فعلا بحاجة لعملية الزراعة. تمام، أنا بحب سلط الضوء على موضوع نحن في سوريا في أمس الحاجة له، لأنه بينت الدراسات بكل أنحاء العالم أنه الحل حل مشكلة فشل الأعضاء. نحن نحكي عن فشل الأعضاء وليس فقط فشل كلوي. لا تنسي أنه في مرضى عندهم فشل كبدي بحاجة لزراعة كبد، في مرضى عندهم فشل قلبي بحاجة لزراعة قلب، وفي زراعة بنكرياس، وفي زراعة رئة، وفي زراعة كتير أمور. المهم الحل هو تفعيل برنامج زراعة أعضاء المتوفين دماغيا. تفعيل برنامج زراعة أعضاء المتوفين دماغيا. نحن في سوريا عندنا القانون الذي يلزم لذلك، عندنا التعليمات الناظمة لزراعة أعضاء المتوفين دماغيا والتي صدرت عن وزارة الصحة منذ العام 2004. وبعدين طبعا كان في معوقات يصعب الحديث في تفاصيلها، إلا أنه بالنهاية نحن بسوريا مسموح عنا التبرع من الأحياء الأقارب وغير الأقارب. بالحقيقة هناك إشكالية تتعلق بتبرع غير الأقارب. نحن عندنا بسوريا بالقانون ممنوع شيء اسمه بيع الأعضاء، ولو أنه هذا الشيء تم من خلف الكواليس، بس ولكن نحن حتى نوضع حل بالنهاية في عندنا مريض بحاجة لعضو، تمام؟ وبالتالي لازم نأمن المصدر البديل اللي هو بيكفي لكل المرضى وليس فقط لمرضى فشل كلوي. نحن بدنا نحكي عن كل مرضى القصور الأعضاء. هلأ كلمة بنك أعضاء، أنا هنا في عندي ملاحظة، هذه الكلمة هي ليست موجودة بصراحة. ما في شيء اسمه بنك أعضاء، مو مثل بنك الدم. بنك الدم بنفتح البراد بنلاقي في عنا كيس إيجابي كيس، أما ما في عنا براد بيسع بنحط فيه أعضاء العضو، لأنه مو مثل الدم. الدم ممكن ناخد الدم من المتبرع ويقعد بالبراد 28 يوم، أما العضو فيأخذ من المتبرع ويزرع فورا. نعم. يزرع بدون انتظار. فلذلك نحن بحاجة لتفعيل برنامج زراعة الأعضاء المتوفين دماغيا لحتى نغطي كل احتياجات مرضانا. نحن بسوريا في عنا أكثر من 6000 مريض على الكلية الصناعية، قيد التنقية الدموية، هدول كلهم بحاجة لكلى. ومثل ما ذكرنا من شوي أنه في بعضهم ما عندهم متبرع جاهز لحتى يتبرع لهم من أقاربهم أو غير أقاربهم، وبالتالي فهذا المريض محكوم عليه أنه يبقى على غسيل الكلى أو التنقية الدموية إلى ما شاء الله يقضي بقية حياته. هذا الشيء غير إنساني وغير مقبول، لازم نلاقي حل، والحل هو بتفعيل برنامج زراعة أعضاء المتوفين دماغيا لحتى نلاقي حلول وأعضاء لكل مرضى فشل الأعضاء وليس فقط لمرضى فشل كلوي. نعم. ممكن نعقب شوي. تفضل تفضل دكتور. في فرق شاسع أن مرضى صلى 20-25 سنة على الكلية الصناعية، بس الكلية الصناعية لا تقارن إطلاقا بزرع الكلى. نعم. الكلية الصناعية ممكن عم تغسل مرتين بالأسبوع، جلستين تنقية بالأسبوع، مرهقة جدا، مو يومي، مو على مدار 24 ساعة مثل الكلية الطبيعية. الكلية الطبيعية بتنقي الدم
على مدار ال 24 ساعة، على مدار الأسبوع، على مدار السنة، على مدار الحياة كلها. الكلية الصناعية بتأمن لك أنه أنت تحافظي على حياتك، بس ما بتعالج فقر الدم، ما بتعالج اضطراب الشوارب، ما بتنظم الكلس، ما بتنظم الضغط، ما بتنظم الوظائف الغدية الأخرى. إذن الزرع الكلية بالأخير هو الحل المثالي لمريض موضوع على الكلية الصناعية وعلى جلسات تنقية الدم. مشان هيك نحن أنا بقول له للمريض صور حالك وانت على جهاز كلية صناعية مشان وقت تزرع ما تنسى حالك وما تشز، وشهادة تطلع شهادة ميلاد جديدة هي شهادة يوم زرعك. هي فعلا ميلادك يوم زرع الكلية تبعك. أكيد نتمنى الصحة لجميع دكاترة، ونتمنى أكيد التوفيق لهم، وإن شاء الله يا رب يكون في حلول قريبة لهي المشاكل اللي عم نعاني. شكرا. أكيد نتمنى لكم كمان التوفيق على هذا العمل الإنساني اللي نحن بنفخر فيه. أكيد الأطباء السوريين بكل مكان أكيد عم يثبتوا جدارة. أتمنى صوتكم يوصل بخصوص تبرع بالأعضاء، لأنه للأسف مثل ما قلنا أعداد ونسب كتير كبيرة بحاجة فعلا لهذا التبرع. شكرا لكم كل التوفيق. شكرا لكم. شكرا. شكرا. شكرا لكم.